جنون اللي عم نعمله نحن هلا جنون. هاي المغامرة، هاي الأفرود. شوف شو عم نعمل. من سكوتلندا موتور 283 عم يجي لكم بتغطية عالمية، أول إذا بدكم جولة قيادة لسيارة اسمها جرينادير، سيارة هارد كور أوف رود بقوة. نحن موجودين بسكوتلندا، الحرارة الصفر، إنما الحرارة اللي ناطرتنا على الطريق هي الأهم، والأكشن اللي ناطرنا على الطريق هو الأهم، لأن السيارة جاهزة للأوف رود بقوة 100% يا جماعة. السيارة اللي عم تشوفوها وراي إنيوس جرينادير، سيارة جديدة كلياً انعملت لمحبي الأوفرود، يعني إذا أنت بتحب الأوفرود هذه هي السيارة لإلك. رح نبلش برحلة استكشاف، هيك سموها رحلة استكشاف، من محل موجودين نحن من سكوتلندا إنفرنس، هي المكان احنا موجودين فيه، ومنطلقين لنوصل باتجاه إنجلند. لخبركم كل شيء على الطريق، رحلة استكشاف هاردكور قوية أوفرود صحراء أنا معود على الأوفرود بالصحراء، إنما السيارة قادرة بالصحراء، تلج وحل صخور ولا أحلى من هيك. تابعونا. وقبل ما ننطلق بالوحش الأوفرود اللي موجود وراي، وحش أوفرود بكل معنى الكلمة، كل التفاصيل بالحلقة، لازم بالأول تشترك بقناتنا على اليوتيوب هلأ لتشوف شو عملنا بهذه السيارة بحلقة نارية بحرارة عكس النارية، بس تجارب مخيفة جدا على متن هاي السيارة. بتنطلق رحلة الاستكشاف معنا من سكوتلندا هلأ. بالأول ما تنسى تشترك وعلق واعطينا رأيك وشارك الفيديو مع أصحابك. نحن موجودين هلأ على البحر، طبعاً تسألوني بحر نبيل وتلج لأنه مكان غير تقليدي، موجودين بسكوتلند على أوسع ليك بالعالم، أكبر ليك بالعالم، أكبر بحيرة إلي علاقة بالفريش ووتر، يعني المياه صالحة للشرب. وليش عم بقولكم هيك؟ لتشوفوا قديش التجربة مختلفة، تجربة غير تقليدية بكل معنى الكلمة. عم بحكي عن إنيوس جرينادير. على الطريق رح نستكشف مع بعض، ليش عم بقول نستكشف مش عم نجرب؟ لأنه هيدي رحلة استكشاف، هيك كنا مسميينها Expedition 1.0، يعني رحلة استكشاف الأولى تنعمل عالمية مع الصحافة العالمية. موتور 283 موجودين تيستكشفوا معكم إنيوس جرينادير، وحش الأوفرود اللي مبنى on purpose، يعني مبنى مخصوص كرمال محبي الأوفرود من قبل ناس بيعشقوا الأوفرود. هنخبركم كثير قصص على الطريق، هنخبركم عن أماكن أثرية رائعة جدا بقلب سكوتلند. هنجرب السيارة بالوحل بالتلج وأوفرود وإكستريم أوفرود بطريقة ولا أحلى من هيك. أهم لازم هلأ تشترك بقناتنا على اليوتيوب، تشاركنا رأيك، شارك الفيديو، شو رأيك بالسيارة بعد ما تحضر الفيديو؟ بدنا نعرف. بلشت رحلتنا يا جماعة داخل الجرينادير انطلاقا من سكوتلند من إنفرنس باتجاهين، لاحظتوا عم نمشي على فكرة مبين بالجهة الغلط من الطريق، لأن احنا موجودين بالستيرينج ويل أو المقود على جهة اليمين. طلعنا بالرحلة وأول تجربة لي صراحة بالمقود على جهة اليمين، عم نختبر كل شيء لأول مرة. السيارة بكل معنى الكلمة لازم تنساعد، طلعت احنا على الجهة الغلط من الطريق، احنا على ستيرينج بالجهة الغلط من الطريق، حتى فتنا راوند أوفر بطريقة مختلفة. التجربة حتكون رائعة جدا مع مناظر ولا أحلى من هيك على متن إنيوس جرينادير، سيارة الأوفرود بسموها جماعة بيلت أون بيربس، يعني انبنت مقصودة تكون هالقد هارد كور هالقد. تك
شوي ميكانيكيات. الجرانادير عليها محرك بي ام دبليو 3.0 لتر ان لاين 6 286 حصان 480 نيوتن متر بالتورك. التركيز على هاي السياره كان مش على التوب سبيد، التوب سبيد تبعها تقريبا 100 مايل، يعني عم نحكي حوالي 170 كيلومتر بالساعه، انما التركيز الاساسي كان على انه ما بدنا نعمل سياره توب سبيد، بدنا نعمل سياره قادره اوف رود، سياره مجنونه اوف رود، لدرجه انه الابروتش انجل او زاويه الدخول 36 درجه بطريقه ولا احلى من هيك. طريقة توزيع الأكسسوريز بالسيارة وكيف بينحطوا فيها ولا أحلى من هيك. يعني السيارة اللي هي الترايل ماستر مثل اللي هي معنا فيها 3 ديفلوك يا جماعة، فيها ديفلوك وسطي وفيها ديفلوك أمامي وديفلوك خلفي، لشو ما كانت الظروف اللي أنت عم تقطع فيها، وهذا اللي حنعمل، حنقطع بجميع أنواع الظروف، جميع أنواع إذا بدكم ظروف مناخية وطبيعة الطرقات. السيارة فيها أكيد 4 ويل، فيها 2 ويل هاي 2 ويل لو، فيك تستعملها بالطرق اللي انت بدك اياها، وهذا اللي حنختبره مع بعض نحن بجنون داخل الجرنادي. السياره كمان فيها 8 سبيد اوتوماتيك جير بوكس، يعني 8 سرعات اوتوماتيكيه من زد اف فيها. يعني جماعه اجوا قالوا انت بالاوفرود انت لشو بحاجه؟ بحاجه لتورك، انت لشو بحاجه؟ بحاجه لسسبنشن، اينباك سسبنشن كويلات موجودين عليها للسياره بطريقه تعطيك ارتكوليشن رائعه مهما كانت الظروف الصعبه اللي انت عم تقطع فيها. يعني اللي عم نقطع فيه احنا هلا جنون، اللي عم نعمله نحن هلا جنون. وصلنا اول ستوب لنا يا جماعه، اول ستوب بالتلج. بس بدي اخبركم شغله، طبعا الجير خبرناكم عنه، تكبس البي سد بالبارك، والاهم تشعبلكم هارد كور، سمعت الصوت؟ هاند بريك، هاند بريك موجود فيها الجميع، حتى الديفرنشل واللوك وكل شيء ميكانيكال. رح ننزل هون ناخذ بريك صغير ونكمل يا رحمة. طيب يا جماعه رح نطلع اوف رودينج بالثلج، لازم نعمل السياره بالست اب تبع الاوف رود، وهذا اللي حنعمله هلا. اول شغله بدنا نعملها نحطها بنيوترال، نزل هاند بريك، هاند بريك اوف رود مود، عندك كبسه تشيل ايدك بيعطيك مثل فلاشينج لايت، تكبس مرتين تو كونفيرم. بس تحط اوف رود، اللي بيصير معك هو كالتالي، بيطفي عندك السنسر تبع الباركينج، السنسر تبع فتحه الباب، السنسر تبع السيت بيلت، بتغير الترانسميشن ماب كلها سوا، يعطيك قوه انك تطلع بالاوف رود وبتصير جاهز لانك تطلع. بعد ما نكون عملنا اوف رود اللي بدنا نعمله كمان، حتى الشاشة عندك هون بتغير، بتصير جاهزة الأوفرود مع رولين بيتش سكرين اللي صارت موجودة أمامك، وإي إس سيز أوفرود عم بيساعدنا. هلا شغلة تانية بدنا نعملها، بدنا نروح على عمل نيوترال. سو بننزل على اللو، أول شيء نعلي من هون، ننزل على اللو، نفس الشيء بنعليها، بنعمل سنترال ديف لوك، وهلا صرنا جاهزين تطلع بمغامرة أوفرود مجنونة، وهذا اللي حنعمله مع هلا. نروح على الدرايف and we're good to go. كل شيء مبين عندك على الداشبورد هون، على الفكره كيف عامل السنترال ديف، كيف انت ان لو، حتى عندك انه الاي اس سي از اوف، يور ان اوف رود مود، كله مبين معك على الشاشه اللي هون. بعد شغله كمان بتطفيها السياره هي الستارت ستوب، ما بتقعد تطفي معك لما تكون واقف على فتره طويله، بتضل السياره اون كل وقت لانك بالاوف رود. على فكره بالشاشه اللي موجوده هون البيتش اند رول بتفرجيك، وبتفرجيك كمان الويل انجل. لاحظوا انا هلا 25، بس اعمل ستريت صارت على الزيرو، هذا يعني الاطار تبعي صار جالس، بقدر اعرف حالي لوين رايح مزبوط. اللي حنعمله هلا رح ننزل هيل ديسنت كنترول، ننطر دورنا، نعمل للكنترول، نكبس عليها تقريبا حوالي ثانيه منشيل، ما لاحظته ما ضوت فلاشينج لايت لانه خلص اخذت هيل ديسنت كنترول. بتحدد لك سرعتك بحوالي 4 مايل بير اور حسب انت قديش بحاجه، وتترك السياره تنزل لوحدها، اجرك عن البريك، بدك تغير بتغير بالسرعه من قبل الستيرنج ويل. ما في داعي ابدا تحط اجرك على الثروتل، بدك تجلس الستيرنج ويل لحال السياره ولا شيء. لحالها يا جماعه، لحالها السياره عم تنزل بتعمل بريك، انا شايل اجري على الاخر. بس بدك بلش تنزل، اهم شيء تذكر انك تجلس الستيرنج. لاحظوا كيف عم بيعمل انجيج، انا مش عم بعمل شيء،
السياره هي لحالها عم تعمل البريكنج وطلقت المكان المناسب تاعنا تعطيك سرعه او تخفف سرعه. هلا عنا ثلاثة ديف لوك يا جماعه، فرونت وباك. ليش بنعمل لوك للديفرنشلز؟ ليقدروا يلقطوا كل الاطارات مع بعضهم، بس بتصير عمليه الستيرنج صعبه شوي لانك عم بتحرك الاربع اطارات مع بعض. انتوا عم تخيلوا كميه الثلج اللي احنا ماشيين فيها وطلوع ونزول وكل هالامور، والامورك امورك بالسليم بكل معنى الكلمه. على فكره السياره موجوده اذا بدكم ب نسختين، وبنسخه منهم في اثنين تريمز، ما عم نعقدها كثير. على فكره هي الجرناديه بتجي بكونفيجريتور، يعني انت بتاخذ البيس موديل بتعدل فيه مثل ما انت بدك، في مجموعه من الاكسسوارز الرائعه عليها، انما البيس موديل ببلش سعره 268 الف درهم تقريبا مع الفي اي تي، بتزيد عليها في اي تي. وفي نسخه ثانيه اسمها بل ستاف، هي شركه بتصنع تياب، هي شركه براند تياب كثير معروفه بي يو كي، تم التعاون معها مع جرناديت تيعملوا لك سياره اسمها بل ستاف. وبل ستاف موجوده بنسختين بتو تريمز، نسخه خاصه للاوف رود يا جماعه اللي هي ترايل ماستر، اللي هي مثل اللي احنا عم نسوقها هلا، هارد كور اوف رود، كل شيء بتمنيه بالاوف رود. ثلاثه ديفرنشال لوك، سنترال ديفرنشال، فرونت ديفرنشال، ورير ديفرنشال، يعني عندك ثلاثه ديفرنشال بتعمل لوك هارد كور 100% اوف رود يا جماعه. وعندك النسخة الثانية كمان بالبلستاف اللي هي البريميوم اللي عم تحكي فيها اوبشنز لتكون عايش حياة رائعة بكل معنى الكلمة داخل الجرناديه، مع كل الاوبشنز اللي بتعطيك الراحة وحتى شعور الفخامة داخل سيارة مثل هاي. تاني وقفة لنا رح تكون على الليك لاجن، يعني اللي هي أكبر ليك أو أكبر بحيرة فيها مياه عذبة، مياه صالحة للشرب إذا بدنا نسميها بهالطريقة. رح تكون هون، رح ننزل نخبركم كل شيء، كل التفاصيل عن السيارة. جولة سريعة على الجرناديه، منبلش أول شيء شف لي هالبامبر الضخم اللي نالكم السيارة معمولة من الأفراد. رح خبركم كل شيء إحنا على الطريق، حتى الشكل تبع السيارة عم بيعطيك نظرة بكل معنى الكلمة، أول ما تشوفها بتقول هاي السيارة أفراد. رح نجرب نخبركم، مش هنخبركم ليش شكل السيارة هيك وكيف طلعت الفكرة. بجولة سريعة على السيارة طبعا بتشوف وجود سنوركل، على فكرة هذا منه سنوركل، هيدا هنستفيد منه بالمنطقة عنا، ليش وقفت عنده تأحكي عنه. هيدا بيفصل الهواء السخن والغبرة عن محرك السيارة. على فكرة السيارة فيها يمكن أكبر رادياتر بفئتها لدرجة إنه التبريد هائل جدا، ضميرك مرتاح، أنت مرتاح، أهم شيء أنت عم بتسوق بالأوفرود، حتى لو كنت بأجواء حارة بمنطقتنا أو بأجواء باردة مثل ما كان احنا موجودين فيه هلا. عندك طبعا وجود اطارات اوف رود على السياره. من هون بدي احكي عن الاكسسوارز، لانه عن جد السياره مجهز الاوف رود. قلنا لكم الجماعه اللي عملوها جماعه اوف رود 100%. شوف عند الراك اللي موجود هون اللي فيك تعلق عليه اللي بدك اياه، وبنفس الوقت شوف هون اللي موجود هون يا جماعه، انت فيك تربط اي شيء بدك اياه من الراك على هون. وهيدي وجدوها من الطيران، يعني هيدي اول مره انوجدت كان لها علاقه بالطيران، اللي بتثبت الكرسي بطريقه تتحكم فيها مثل ما بدك. انوجدت على جماعه الاوف رود هالقد جماعة فاتين بقوة بالتصاميم الهندسية. كمان عندك هون، عندك هون، عندك هون، عندك محل تحط فيه LED lights مع سويتشات من جوا هنحكي عنها. شكل أوفرود هارد كور بقوة هالسيارة. بس وصل على خلفية السيارة طبعا عندك الإطار الضخم اللي موجود هون، إطار نفس القياس اللي موجود على السيارة، إذا صار معك أي مشكلة بشك إنه يصير معك مشاكل تقدر تكمل رحلتك بسلام. طبعا الدرج او السلم اللي موجود هون لتقدر تطلع وتحط اغراضك فوق، يعني كل شيء تتمناه بسياره الاوف رود انا شايفه بقوه موجود بالانيوس جرناديه. داخليه السياره مش اوف رود، داخليه السياره دبابه، يعني ناقصها بس كبسه وحده لتقدر تطلق مدافع منها للسياره. كل شيء بدك اياه بالكنترولز مع البانل اللي موجود هون رائع جدا. شوف الحركات اللي موجوده هون لتمنعك تستعمل الازرار الخطره، وبنفس الوقت اذا انت عم بتقود على فكره احنا قاعدين على اليمين، اذا انت عم بتقود السياره ما تجي اصبعك بالغلط على الازرار اللي موجوده هون. التحكم بسيط جدا، الجير الديفرنشال الرائع جدا هنحكي عنه احنا عم نسوق،
هاند بريك بعدها يا جماعة، وعندك بانل هون موجودة مخيفة قد ما فيك أزرار قد ما بدك. حنحكي عن كل زر بتفصيله، أوف رود، تنزل بالمي، تعربش على الصخر، كل شيء حنحكي عنه بتفصيل. عندك الشاشة اللي موجودة هون بتعطيك كل المعلومات، وشاشة قدامك كمان رح نختبرها. ليش عم بقول رح نختبرها؟ لأنه كل شيء بتحطه هون ببين معك هون، لأنه أنت عم بتعيش أجواء الأوف رود. من الكبسات اللي موجودة هون سريعا، عندك الكبسات فرجيناكم كيف بيركبوا الإنارة بالخلف، عندك الكبسات اللي موجودة هون فيك تتحكم فيهم، تتحكم بالأكسسوارز، منك بتضطر تعمل أي نوع من الوايرنج على السيارة، كله موجود هون. والتحكم الأوف رود والمجنون رح يكون هون، وهيدا حنحكي عنه نحن عم نسوق. يا جماعة جنون 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 جنون، سرعة عالية وعلى التلج وأوف رود، ولا أحلى من هيك ولا أحلى من هيك. المغامرة مش بس يا جماعة بالتلج، إنما كمان روك كرولينج، يعني تسلق الصخور بكل معنى الكلمة. وبتخيل الايباك كويل 5 لينك عم بيعمل شغله بطريقة ولا أحلى من هيك، والأكسل عم بيتحرك معنا بطريقة ولا أحلى من هيك، عم بيعطيك تجربة تسلق الصخور رائعة جدا. ولا شيء عم بوقف الجرناديه ولا شيء. نحن هلا على فكرة عم نتحرك بس مع سنترال ديفلوك والرير ديفلوك، يعني سنتر والخلفي، الوسطي والخلفي الديفرنشل هن اللي عاملين لوك. انتو مش متخيلين ابدا الطريق اللي احنا ماشيين فيها. لا لا، روك كرولينج وتلج. هون التحدي بده دقة بالقيادة، ما بده سرعات عالية. وعدناكم بجلسات إلها علاقة بالأفلام أو أماكن تصوير الأفلام. على فكرة اللي بيهموا يحضر أماكن تصوير الأفلام، في عنا برنامج سياحة وسيارات إلها علاقة بأماكن تصوير الأفلام. أول حلقة كانت لفاست أند فيوريوس، إنما هلأ إحنا بالجرناديا وعم نختبر مع بعض الطريقة اللي تصور فيها فيلم جيمس بوند نو تايم تو داي. نفس المكان إحنا موجودين فيه هلأ هو نفس المكان اللي تصور فيه الموفي جيمس بوند. وطبيعة الحال أنت عم تحكي عن سكوتلند، عم تحكي عن بريطانيا، عم تحكي عن الجاسوس البريطاني جيمس بوند. وصلنا مثل ما شفتوا ما هو في شمس ابدا، وصلنا على شيء اسمه كينجز هوتيل، كينجز هاوس هوتيل. هذا الاوتيل له قيمه تاريخيه كثير كبيره، مثل ما انتم شايفين وراي معدن تاريخي رائع جدا. وبالمقابل طلع هاي الجهه بتشوف الجبال والثلوج والجرناديه ورانا. هيدا اليوم الاول خلص، بكره رح ننطلق كمان برحله ثانيه من الصباح الباكر لنستكشف. نحن رحله استكشافيه مره ثانيه كمان بنذكر فيها مع جرناديه. بكره الصبح رح ننطلق، رح ناخذكم بجوله رائعه جدا بكل معنى الكلمه. نختم نهارنا الاول ونكمل. بدايه يوم جديد، بعد ما كنا امبارح قضينا الليله بكينجز هاوس هوتيل، منطلقين اليوم بتكمله رحله الاستكشاف مع سيارات الجرناديه الرائعه. عم كاملين شو بالنهار ولا اروع من هيك. شو قصه جرناديه؟ شو قصه انيوس يا جماعه؟ رح اخبركم شو القصه مع طرقات ولا احلى من هيك، مناظر ولا احلى من هيك، الثلج، الطبيعه الرائعه جدا بسكوتلند. إنيوس شركة بترو كيميكلز، يعني شركة بتعمل بترو كيماويات، شركة كبيرة جدا. يمكن شفتوا الاسم تبعها على سيارات الفورمولا 1، سيارة مرسيدس تحديدا، يعني شركة كتير كبيرة عندها عدد كتير كبير من المصانع بعدد من الدول. بيجي موضوع جرناديه، طبعا انتوا عم تشوفها عم تطلع على التلج، قيادة رائعة جدا على فكرة. كمان هون عم استعمل الواشر، الجت واشر، تحكي شوي عن جت واشر اللي هي بتمسح اذا بتكون او بتكب مي على الزجاج الامامي، فيها هيتر. يعني انت لما تكون ببلد مثل الطبيعه احنا موجودين فيها جليد وبرد، ما بتتجمد المي كرمال تقدر تستعملها، ضل في عندك رؤيه واضحه جدا. نرجع نحكي شو الجرناديه. الجرناديه بال 2016 جاكور لاند روفر قالت انا ما بقى حامل ديفندر،
الرئيس او سي اي او تبع شركه انيوس سير جيم قرر انه بده سياره هارد كور، بده سياره ليش بطل في ديفندر. انا من الجماعه اللي بحبوا يطلعوا اوف رود، انا من الناس اللي بحبوا يعيشوا المغامره المخيفه المرعبه. بالتالي ب 2017 قعد مع مجموعه من الاصحاب بمطعم اسمه جرناديه بلندن، وعم بيطلعوا بفكره انه ليش ما بنعمل سياره بيلت فور ا بيربس وبيلت فروم سكراتش. شو يعني؟ يعني بنيوع عن قصد اوف رود هارد كور وبنيوع من الصفر. هيدا نعمل هاي السياره المبنيه مثل ما احنا بدنا، نحن جماعه الاوف رود، نحن اللي بنعرف شو بدنا، نحن بنعرف السياره اللي بدنا اياها. بال 2017 اتخذ القرار وبلشت عمليه بناء سياره الجرناديه. من هون ولدت فكره الجرناديه، من هون ولدت فكره خلق سياره او صناعه سياره 100% اوف رود. يعني الجماعه ما قصروا ابدا، حولوا لك السياره 100% اوف رود مع كل الموجود هون وهون اللي عم بتشوفهم. يعني انت عم تحكي بس شوف السياره يا جماعه، بتحس حالك عم بتسوق دبابه بكل معنى الكلمه. كل الازرار اللي موجوده هون وهون والسات ناف اللي موجود وعندك بوصله موجوده ومشي خلص. يعني انت عايش اجواء دبابه طالع تعيش اجواء اوف رود. هيدي هي الجرناديه بكل معنى الكلمه. وقفتنا وقفة مخيفة جداً هالمرة، لأنه بالمكان اللي تصور فيه فيلم جيمس بوند سكاي فول. هذا هو المكان اللي حناخد صورة هناك للذكرى طبعاً. إنما الفكرة المخيفة جداً إنه ليش تصور بهالمكان اللي بوسط مكان يعني ما في حدا، يعني أنت تطلع لا في بيوت لا في ناس لا في شيء، ليش تصور هون؟ لأنه الأرض اللي احنا موجودين عليها بيملكها إيان فليمينغ. إيان فليمينغ هو مخترع شخصية جيمس بوند. يعني مشان هيك عارفوا جماعة بهذا الموقع احنا فيه هون، مشان هيك قدروا صوروا بهالمكان الرائع جدا اللي وصلنا له بالجرناديه. على فكرة الناس اللي بتحب مواقع تصوير الافلام، في عنا حلقة رائعة جدا على قناتنا على اليوتيوب اسمها البرنامج اسمه سياحة وسيارات، لحط لكم الرابط. حلقة عن اماكن تصوير فيلم فاست اند فيوريس. انما هلا خلينا نتمتع مع بعض بطريق رائعة جدا الى علاقة بمكان تصوير جيمس بوند سكاي فول. حضرنا حالنا بالأوفرود يا جماعة، وهلأ بلشنا عملية الروك كرولينج. بعد ما بلشنا بالروك كرولينج، إنما الأرض آيسي، الأرض جليد، والتحدي بلش بالجرناديه. حنفرجيكم شغل الأيباخ 5 لينك، مالتي لينك 5 لينك تحديدا، نظام التعليق الموجود عليها والأكسل اللي عملت السيارة كرمال الأوفرود. هذا هو التحدي الأصعب للسيارة غير اللي عملناه امبارح بالتلج. نستفيد من الوقت والجنون اللي عم نعمله بهاي الطريق اللي عن جد صعبة. خبركم شغلي، السيارة ما فيها تجهيزات اوف رود، حتى عندك اوكزيليري باتري، يعني انت المقعد الخلفي فيك تستفيد منه غير انه يكون عندك سبيس كارجو سبيس تحت المقعد. عم بحكي بالجهة الخلفية عندك البطارية موجودة، فيك كمان تاخد اوبشن يكون عندك اوكزيليري باتري لتدعم البطارية الاساسية لما يصير معك اي نوع من المشاكل. هالقد الجماعة فكروا بقوة بشو عم بحطو لك بالسيارة الجرناديه لكون عندك دي ألتيميت أوف رود ماشين. وبتخيل بكل الظروف اللي جربناها مع بعض فيها أثبت هذا الشيء. نحن اللي عاملينه هلا حاطينه بالأوف رود مود، حاطين سنترال دف بس هو اللي عم يشتغل، كمان مع الفور ويل. هي سيارة فور ويل كل وقت، برمنت فور ويل، حاطينه باللو وعم نطلع طلعات مرعبة ومخيفة. بدي احكي بعد عن شغله اساسيه بالسياره يمكن ما نقدر نختبرها مع بعض هلا، انا لازم تعرفوا فيها. السياره فيها ويدنج 800 مليمتر. شو يعني ويدنج 800 مليمتر؟ يعني انت عندك بحدود 80 سنتي تقريبا، 80 سنتي فيك تنزل فيهم بالمي مرتاح 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 مرتاح. بس تكبس الزر اللي هون تبع الويدنج موجود بالسقف حد الاوف رود، اللي بيعملوا انه بسكر المروحه، بيلغي الفانكشن تبع الهيتد سيتس كمان، وبيخليك تنزل بمياه لحدود تقريبا 80 سنتي. انما هلا شوف شو عم نعمل، شوف شو عم نعمل. في سبلاش جاي على الطريق.
يعني عن جد السيارة محل ما بدك بتروح شو ما كانت الظروف. بيقولوا بسكوتلند في 3 فصول بنهار واحد، انا شفتها 5 فصول بنهار واحد او 100 فصل بنهار واحد، لدرجة انه عندك طقس حلو وعندك بنفس الوقت شمس وعندك نفس الوقت ثلج وعندك نفس الوقت ايس وجليل وعندك نفس الوقت شتاء، يعني كله موجود ليعطيك هالطبيعة الخلابة اللي عم نعيشها مع بعض والتجربة ولا اروع بطرقات الاوفرود مثل هاي. جميع الأمور عم تاخد منحنى صعب، منحنى صعب جدا لدرجة انه حطينا رير ديفرنشل، بس ما بعتقد رح تتوقف الجرنادية، يعني اللي كنا عم نعمله بالأول يمكن يعتبر صعب لبعض الناس، انما اللي عم شو عمله هلأ مخيف مخيف. الأمور مش هينة أبدا يا جماعة، انت عم تحارب الأيس وعم تحارب كمان الصخور. حلوة حلوة. قلنا لكم تجربة مختلفة بكل معنى الكلمة من أول لحظة بلشنا فيها، وقلنا لكم تجربة مختلفة على الماكسيموم، يعني بس عم بتفرج على الطريق اللي قدامي شايف قديش حجم المغامرة اللي عم نعيشها. هذا بس نحن عاملين لوك للسنترال ديفرنشل للرير ديفرنشل.